اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج حظك اليوم. اول برج معانا النهارده هو برج الحمل. مهنيا ما تسيبش نفسك تستسلم لمشاعر الياس، وخلي عندك امل واصرار عشان توصل. اما عاطفيا فلازم تامن بالحب من اول نظره عشان هتقع فيه قريب. برج الثور مهنيا انت النهارده نشيط على غير العاده، حاول تستغل ده وخلص الشغل المتاخر عليك. اما عاطفيا فهتحاول تسعد حبيبك، شوف هو بيحب ايه واعمله له، هو استحملك كتير. برج الجوزاء مهنيا خليك متماسك قدام التغيرات اللي هتطرق عليك في شغلك، وخليك حكيم في الحكم على الامور. اما عاطفيا فما تخليش الملل يبوظ علاقتك بحبيبك. السرطان مهنيا طريق النجاح مرسوم قدامك، حاول تمشي بخطوات سريعه. اما عاطفيا انسى الماضي، بس اياك تنسى الدرس. برج الاسد مهنيا ما تخليش الخوف يسيطر عليك ويقودك للفشل، انت اقوى من كده بكتير. اما عاطفيا ما تستغلش حبيبك اكتر من كده. برج الميزان مهنيا هتتنافس مع زمايلك على منصب جديد، وده هيحسن قوي من مستواك في الشغل. اما عاطفيا خليك متعاون مع حبيبك، ايد لوحدها ما تسقفش. برج العقرب مهنيا هتتكشف لك امور كتير كانت مستخبيه عليك، وده هيساعدك انك تحقق احلامك. اما عاطفيا اسعد نفسك بنفسك، لان السعاده قرار. برج القوس مهنيا اتعامل مع زمايلك بمبدا المشاركه مش المنافسه. اما عاطفيا فالعند مش هيوصلك لاي حاجه، خليك مرن شويه. برج الجدي مهنيا حاول تثبت وجودك في شغلك، الفرصه خلاص جاتلك. اما عاطفيا حاول تعبر لحبيبك عن مشاعرك الايجابيه. برج الدلو مهنيا ما تصدقش الاشاعات، الناس بتحاول تشتتك فما تدهمش ودنك. اما عاطفيا فحبيبك محتاج لك، خليك جنبه. برج الحوت مهنيا عندك افكار كتير قوي في دماغك، بس اعرضها بذكاء عشان تعرف تخليها تنجح. اما عاطفيا فما تحاولش تغير من اخلاصك لحبيبك، لان هو ده سبب نجاح علاقتكم.